هل لو ليك الحق يعني وهو صديقك تنصحه البقاء في ليفربول أم البحث عن تجربة جديدة وخلق تحديات جديدة بعد تقريبا الحصول على كل شيء مهم مع ليفربول؟ أعتقد أن محمد صلاح لاعب كبير وهو قادر على أن يقرر مصيره بنفسه. كما قلت من قبل، إذا كان محمد صلاح يريد مني النصيحة دائما سأكون متاحا له، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في ليفربول.